ننتقل إلى حمص. وحمص موضوع موضوع سياسة ولي الفقيه تجري في البلدات والقرى الشيعية التي بالأساس لا تؤمن بولي الفقيه. هم نعم من الشيعة لكن هم من أبناء الشعب السوري. حاول حزب الله استقطاب الكثير منهم وجلدهم ضمن ما يعرف بحزب الله السوري، إلا أن إيران الآن تريد أن تبدأ بالأطفال وعملية غسيل دماغ للأطفال أسوة بتنظيم داعش. ماذا يختلف ما شاهدناه في هذه المناطق عن ما يعني ما كان يقوم به تنظيم داعش للأطفال؟ هؤلاء يأتون بالأطفال، يقومون بعملية غسيل دماغ للأطفال تحت شعار ولي الفقيه ومناقب ولي الفقيه وما يقوم به ولي الفقيه من أجل حماية الطائفة، بينما الطائفة كانت موجودة في سوريا لن تكن تستهدف، كانت ضمن أبناء الشعب السوري، ونحن كان لدينها جيران من أبناء الطائفة الشيعية لم نكن نعلم بأنهم من الشيعة إلا بعد سنوات طويلة. لذلك أقول أن إيران الآن تلعب ضمن بعد أن فشلت داخل الطائفة العلوية، تلعب ضمن الشيعة في سوريا لمحاولة تجديدهم جميعا ضمن ما يعرف بولي الفقيه. لكن أعتقد بأن الحاجة ستدفع البعض، وأيضا الحاجة لن تدفع البعض كون أن البعض يؤمن بسوريا ولا يؤمن بولي الفقيه. طيب إذا كانت الحاجة تدفع البعض للذهاب إلى هذه الحملات التي يحاول من خلالها تحاول الميليشيات الإيرانية غسل الأدمغة، ما صداها بشكل عام على السوريين في تلك المناطق سيد رامي؟ نحن دورنا في المرصد أن نقوم برصد وتوثيق ونشر من أجل يعني توعية الرأي العام بأن هناك شيء خطير تلعب فيه إيران، مثل ما فعلت يعني أبناء الفوعة والفريا عندما هجروا من مناطقهم باتفاق إيراني تركي، بعد ذلك أعطتهم مساعدات لأشهر قليلة وبعد ذلك تخلت عنهم وقبلت أن تدفع فقط للذين آمنوا بولي الفقيه. نحن دورنا أن نوعي الناس، دورنا أن نقول بأن هناك مخطط خطير يجري عملية ضمن عملية تغيير ديموغرافي، ضمن عملية محاولة استقطاب سوريين ليكونوا تابعين لولي الفقيه الذي يسور الآن الشعب الإيراني ضده. ما مصير من يعارض أو يجاهر برفضه لولاية الفقيه في تلك المناطق سيد رامي؟ يعني يجاهر برفضه لا أحد، يعني هم قلة قليلة يخرجون من تلك المناطق. من يجاهر برفضه سيكون يعني يتم ملاحقته ليس من قبل النظام بل من قبل ميليشيا حزب الله السوري التابع لحزب الله اللبناني في تلك المناطق. ونحن عندما تحدثنا عن أزمة الوقود قلنا بأن من يبيع الوقود في تلك المنطقة هي ميليشيات من هذه المناطق تابع لحزب الله السوري المدعوم من حزب الله اللبناني، يبيعون الوقود هم وأمن الفرقة الرابعة بشكل علني، هذا ضمن الدفع المالي لهؤلاء من أجل التأثير على المدنيين. من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات التي قدمتها لنا.